سيلفي تشينو، فنجان قهوة يحمل صورة الزبائن في مقهى بلندن. دشن أحد المقاهي في لندن هذا الأسبوع خدمة فنجان قهوة تحت اسم سيلفي تشينو، حيث تحمل الرغوة الموجودة على سطح فنجان القهوة الصور الشخصية للزبائن ليصبح أول مكان في أوروبا يقدم تلك الخدمة. هل جربت يوما أن تحتسي فنجانا من القهوة طبعت عليه صورتك على سطحه؟ هذا ما بدأ أحد المقاهي في لندن في تقديمه لزبائن هذا الأسبوع. مقهى تي تيراس في شارع أكسفورد أصبح أول مكان في أوروبا يقدم خدمة سيلفي تشينو، التي تتيح للزبائن فرصة طبع صورهم الشخصية على الرغوة الموجودة على سطح فنجان القهوة. العملية برمتها لا تستغرق سوى 4 دقائق فقط، حيث يرسل العميل صورته على تطبيق واتساب للتراسل الفوري ويختار ما بين الحصول على فنجان من الكابتشينو أو الشوكولاتة الساخنة، ثم يتم تحميل الصورة على ماكينة بها طابعة بينما يوضع فنجان أسفلها، ويتم مسح الصورة ضوئيا قبل أن تظهر على الرغوة باستخدام ألوان صناعية عديمة النكهة. ويتكلف الفنجان الواحد ما يقترب من 6 جنيهات استرلينية أو ما يوازي 7.5 دولار. ويقول مالك المقهى ومديره التنفيذي إيهاب سالم شولي إن الزبائن يأتون إلى مقهى خصيصا من أجل احتساء فنجان سيلفي تشينو، بينما تكون صورهم الشخصية مخزنة سلفا على هواتفهم المحمولة أو يقوم بعضهم بالتقاط صور سيلفي لأنفسهم داخل المقهى. وخلال 3 أيام فقط من تدشين خدمة سيلفي تشينو باع المقهى أكثر من 400 مشروب، خاصة بعد أن انتشر وسم أو هاشتاغ سيلفي تشينو بشدة عبر مواقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في بريطانيا.